عزت كده روحت ما قلت لكم فيديو جديد حلقه جديده لعبه ماينكرافت. يس ماينكرافت اللي فلوس وقت معاك فلوس ازاي مجانيه مجانيه لو عايزيني اكتبها لك اعليكم في الفيديو قولوا لي اسمه دوت قولوا لي في اسمه ده تحت في الوصف الكومنت. والله والله لسه بتلخبط بين الكومنتس والحاجات والاشعارات لسه انا كاني لسه جديد في اليوتيوب بس انا فعلا جديد في اليوتيوب بس فيديوهات يعني انا بعملها من غير اسم ده فوتوشوب. اتمنى تحت المقطع تحت الفيديو تكتبوا انا ايه انا اسمه دوت هو انا ليه يعني احسن طريقه لعمل الفيديوهات لتعديل الفيديوهات عشان اللي ما بيحبش الطريقه بتاعتي في الفيديوهات عاوز فوتوشوب اكتب لي تحت في الديسكريبشن ايه هو احسن برنامج صوت. بس انا والله دورت كتير ومش لاقي ولا حتى لو لقيت ما بينزلش في اليوتيوب فمعلش بقى كفايه خشب ده لحد دلوقتي. طبعا يا جدعان عندي اكل خرافي بص في العيال طبعا عنده دي ودي انا اسمه دوت للاسف كنت فيديو باظ كنت بعمل فيديو راح باظ فعشان كده بقى شايفين الحاجتين دوت معايا. طبعا انا مبسوط ان انا بعمل بلعب اسمه ايه دوت ايه ده what the hell man نص دي هنا يا جدعان what the hell what the fuck وانا بقول اللي حصل والله ما فهمت حاجه من تحت الجديد البطيخ ده جامد استنى انت استنى العيال استنوا دي الواحده نصنع كده حاجه حلوه تبسط الكل بصوتنا ازاي عملت انا عملت كده مش مهم دي صنعت اودن هون اودن هو دي ليها زد عشان احنا جنبنا ميه صح احنا جنبنا ميه حابب الزرعه صغيره هناك. طب زاد سؤال واحد منين تجيب الزرع هقول لكم دلوقتي منين تجيب الزرع الزرع بيتجاب يا جدعان بصوا انتوا بتعملوا ايه كده ماشي انتوا ماشيين هي ده شايفين عشرة في الارض قطعوه ما بينزلش حاجة صح ما بينزلش حاجة نروح اللي بعديها ما بينزلش حاجة نروح اللي بعديها طويلة ما بينزلش حاجة يروح لي دي ايوه نزل منها فاحنا نعمل ايه نجيب الودن هو ده اللي هو ده نحطه في اي حتة ما عندنا ماشي بعد كده محتاجين بلوكات من ايه دي بلوكات من دي فنعمل ايه اكيد او لو انتوا عاملين عليها وعندكم بوكس ميه تقدروا تحطوه تعملوا تروحوا تجيبوا ميه وتيجي تحطوها جنب الزرعه عشان تكبر الزرعه انا بعملها علشان اسمه دوت عشان انا كده اسمه دي عشان انا ما عنديش بوكت لسه انا لسه جديد في الجيم ديرت بعد كده بتعمل ترت عودن اهو كده بعد ما يتعمل وتنزلوا الزرعه طبعا هي جنبي ميه فمش هيحمل مش هتكبر بسرعه بس كده بنزرع لحد ما يطلع علينا مسكتك. طبعا استنى واحده ونقدر نعمل سرير بعد ما نقدر نقدر سنين مش هنعاني مع الوحوش بس انا فكرت هيكون صعب ومش صعب دلوقتي انا هدور على واحده سريعه يا عيال يلا 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 دور على واحدة زيد
هي واحدة يا زياد، هي واحدة يا زياد. هي واحدة يا زياد. دعوة كويس، ممكن تكون هنا ولا هنا مستخبية. طب لو شفت وانا ما شفتش، يبقى انا اعمى، واكتبوا لي تحت ان احنا شفنا يا زياد واحدة. طبعا يا عيال ارجوكوا، يعني 3 مشتركين مش كتير، يعني هطلب منكم الفيديو ده لايكين، مش هطلبكم منك 10 6 7، لا هي لايكين بس. ده طلاق عشان خاطر البت دي. تعالي تعالي يا وحشة، يا عيلة وحشة وحشة، انت وحشة. نو 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 نو، نصنع سير نحطه معانا، نجيبه معانا بهاد سكريبت. اللي مش عارف لعبة ماينكرافت يتابعني، انا محترف ماينكرافت ريلا، يعني محترف ماينكرافت. حتى اسأل صحابي، والله انا كده في ماينكرافت، اوريكم ازاي تصنع سير. تعملوا كده، ايوه الرصة دي اللي هتجيلكم، هي دي الطريقة الصح. طبعا انت تقولي اللي يطلع لك ابيض، بحسب اللون خروف، يعني ممكن لونه احمر خروف، لونه احمر خروف، لونه ازرق خروف، لونه بينك، اي خروف، اي بحسب لون الخروف اللي عندكم. وانا عندي سكين وشكر يا جدعان، بسم الله ما شاء الله، الله يعلم الجهر وما يخفى. اهو شفتك يا نوتي، نوتي انت، عاوز اكسر بيك. يلا تعالى نوتي، يلا تصدق الدعلاو تدمير ملعوب ابو الناس اللوزاز اللي احنا اشتقنا ليهم، ناني لوزاز مايني. بحب طبعا اخلط الاغاني يا جدعان مع بعض، فما بتقوليش الاغنية غلط لو سمحت، انا بحب اخلط الاغاني زي ما انا عاوز، عشان انا ساعات بحسها ليا حلو لما تتخلط. مايني ماي، ايه ده يا جدعان، اللون الابيض يعني فين انا؟ ايه لازم ندور على بتاع الكرافتنج بتاعنا بسرعه، هنا الكرافتنج، نطلع السرير ونستمتع بالغروب. واو يا عيال، مين منكم بيشوف المنظر ده كل يوم؟ يعني والله ما انا، بس انا بحبه ونفسي اشوفه في مره. الشمس كده بتنزل والليل من ورايا يطلع منظر خرافي. واه واه يا عيال، لا اله الا الله. شوف 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 الجمال، شوف الجمال، شوف الجمال. بص يا جدعان الجمال والحلاوة، مين انا ما بشوفها يعيشني، بس نفسي اشوفها حقيقة. زي ما هي حلوة هنا، هتكون اكيد حلوة في الحقيقة. فيلا ننام، اسهل جيم في العالم، والله اسهل جيم في العالم. ودلوقتي احنا يا جدعان لازم نعمل ايه؟ لازم نعمل خروف العيد. انا العجزة بنت العمر، نعم حديد وصد عيني، كل هنين خلق واك سوبرمان، من هنا عشان النظافة من جواك، في منك هيكبروا هيحاولوا يضعفوك يخسروك يخسوك، خليك دايما. انت عامل شوية انا جدعان، بس عادي يلا، انا صور فيديو اصلا عشانكو، مش عشان انا. الجواك سوبر مان، طبعا تستحقوا كل ده يا جدعان، حتى التلاتة لايك، حتى اللايك الواحد يا جدعان انا بفرح بيه يا جدعان والله، فيا ريت تحطوا لايك، بفرح عشان انا يعني اليوتيوبر مبتدئ هيعمل يعني كده هيفرح. بس لما اليوتيوبر اللي يكون غني تلاقيه بدا يلطخ كده، تيجي يجي يقول لك يا عم انا عندي يا جدع ديت، يا عم خلينا لايكات اكتر، جبتها قبل كده انا دي عشان عند الرقم عادي، ممكن انا منهم كمان اقول كده. بس انصحكم يا عيال، لو انتوا من اليوتيوبرز خلي اللايك الواحد يساعدك، لو انت يوتيوبر كده عطاء، لو انت يوتيوبر يعني عارف كل حاجه ومسالم
هتعرف ان اللايك الواحد هيفرق غيرك. يعني اللايك الواحد في ناس كتيرة بيتمنوا يجيلهم لايك. من هو انا يا جدعان؟ نفسي اجيب حتى اللايك الواحد. انا بقول هي جبت لايك وبفرح، وبقول لماما انا جبت لايك انا جبت لايك، بفرح يا عيال فرح. يعني انت بتشوفوش قد ايه الواحد، يعني انت لو يوتيوبر ما تقولش كده خالص، افرح عكس خالص. زي هقول لكم قصة. كان في بنت ايه اسمها دوت، مش عارف اسمها ايه كده، عملت ايه؟ كان عندها 3 شعرات كويس، عشان كده ما انت اروح الونه واصففه واعمله ماشي. نامت اليوم التاني لقيت نفسه شعرتين، انت كويس اعمل لها حاجات حلوه بيه. رجعت نامت، طب مع صحابها ها صحيت لقيت شعرها واحده، انت كويس ده انا اصففه واعمل ولقيت واسمه ده، وقامت ملتش ولا شعر. طب كويس انا اقدر اعمل حاجات حلوه من شعري. فاتمنى يكون القصه دي عجبتك. هي صح ما تفرقش، بس الحاجه الواحده بتفرق في حياه اي انسان. فما سمحت لو انت اتعلم من ده، يعني ما تخليش قول نوصلت 3000 لايك، لا مش من اولها. مفيش حاجه بتجيب السهل، لازم تتعب وتشتغل. طب انا بطل بشتغل، انا صغير عامل قناه في اليوتيوب اي برضو لكن ما ده ما يمنعنيش ان انا احقق حلمي لما اكبر. انت ايه مثلا؟ يعني انت لو راجل كده، لو راجل هتتبسط باللايك اللي هيجي لك، هتقول ايه 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 لايك لايك لايك. زي ما انا بعمل، انا ببسط لما انا يجي لي لايك. ما اقولكش قد فرحتي ايه لما انا بجيب لايك واحد. فكل حاجه بتفرق في حياه انسان. يعني انت ممكن إيه تكون عاجبك اللعبه دي، وفي ناس انا برضو مش عاجباها، فانت تفكش على الفيديو. يعني انت كل حاجه تعملها براحتك، تخيل تعملها براحتك، بس برضو يكون عندك حدود في الفعل اللي انت بتعمله. مش يا عيال، يكون عندك حدود وتركيز اللي انت واثق ان الشيء ده صح. يعني انا استاذنت ماما قبل ما اعمل القناه، وده حاجه حلوه.